أهلا بكم من جديد. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات لصالح قرار يعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير. وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية إن 168 دولة صوتت لصالح القرار وعارضته 5 دول وامتنعت 10 دول عن التصويت. ونقل البيان عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله إن حق تقرير المصير هو في قلب اهتمام المجتمع الدولي، وهو حق للشعوب غير قابل للتصرف، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بحق العودة للاجئين وحق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن هذا الحق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد. يذكر أن القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي قرارات غير ملزمة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول دكتور عبد اللطيف خضر، أستاذ القانون الدولي ومختص في شؤون الجدار والاستيطان. أرحب بك دكتور عبد اللطيف. تصويت أكثر من 160 دولة لصالح حق تقرير المصير للفلسطينيين، ما الجديد فيه؟ نعم، أهلا بكم. يعني بداية لابد من التأكيد على نقطة في غاية الأهمية في هذا السياق، وهو أن هذا القرار ابتداء يأتي منسجما مع ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن حق الشعوب في تقرير المصير هي من قواعد القانون الدولي الآمرة، والتي لا يجوز لأي كان أن يتغاضى عنها. أهمية هذا القرار في هذه الفترة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية تنبع من أن القانون الدولي ومرة أخرى يأتي مؤكدا على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن كافة الاتفاقيات والمحاولات الجانبية للالتفاف على القضية الفلسطينية سعيا نحو تصفية هذه القضية كلها قد باءت بالفشل. خلال الأسبوع المنصرم صوتت الجمعية العامة على 6 قرارات أخرى بالإضافة إلى القرار الأخير، وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. هذا التصويت جاء ويكتسب أهميته في أن هذا القرار قد قرن بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير مع حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في قرار الأمم المتحدة الماضي. وبذلك تأتي هذه القرارات جميعها لكي تؤكد على أن صمود وثبات الشعب الفلسطيني في أرضه ودفاعه عن أرضه وعن مقدساته في وجه الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الاستيطان الغاشم لا تزال تأتي وفق دعم الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وبعض قرارات مجلس الأمن، من التي لم تستخدم الولايات المتحدة فيها حق النقض الفيتو. ولكن هذا القرار وهذه القرارات كلها دكتور عبد اللطيف هي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليست من مجلس الأمن، وبالتالي هي قرارات غير ملزمة في وقت ما زال الاحتلال. واليوم كان هناك قرار في الكنيست بشرعنة البؤر الاستيطانية غير الشرعية، كان هناك يوم أمس أو أول أمس اعتداء على المقبرة اليوسفية بقرب المسجد الأقصى واقتحامات الأقصى متكررة طبعا. وبالتالي ما أهمية أن يقدم مثل هذا القرار غير الملزم؟ أهمية هذه القرارات وإن كانت لا تضفى عليها صيغة القرارات الملزمة كتلك القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، لا يعني بحد من الأحوال أنها قرارات غير مهمة أو أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. نحن في القضية الفلسطينية منذ احتلال فلسطين في العام 48 واستكمال احتلال الضفة الغربية في عام 67 وحتى يومنا هذا صدر ما يزيد عن 100 قرار عن مجلس الأمن الدولي، بالتالي ممكن نضعها بين قوسين بأنها قرارات يجب أن تكون ملزمة، وكذلك عشرات القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا بين قوسين غير ملزمة نوعا ما نظرا لعدم وجود آلية للتطبيق. أهمية هذه القرارات جميعها سواء
أن كانت قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو تلك التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، أنها جميعها تضع كافة دول العالم أمام استحقاق يجب أن تتوقف عنده، وهو التوقف عن دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا القرار الذي يأتي اليوم خلال حملة محمومة من التنازل والتطبيع لبعض أنظمة العربية مع الكيان الصهيوني التفافا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف كما نص هذا القرار الأخير، وأن من حق الشعب الفلسطيني في استكمال سيادته واستقلاله على أرضه وكذلك اختياره الحر وما يعرف بحق تقرير المصير، هذه القرارات وإن كانت تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فهي مهمة، لأنها في المستقبل يمكنك أن تعتمد عليها باللجوء إلى كافة الوكالات واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة وكذلك المحاكم الدولية، بالوقوف عند نقطة المحاكم الدولية أيضا. كما تعلمون الآن هناك قضية رفعت على دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية استندت على أمرين اثنين، الأمر الأول هو استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والنقطة الثانية هي الحروب التي فرضت على قطاع غزة. المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، استندت بشكل أساسي على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك على قرارات مجلس الأمن الدولي والقواعد الآمرة في القانون الدولي، وبذلك تكون هذه القرارات قرارات مهمة لأنها يمكن أن يتم استغلالها في المستقبل وكذلك يمكن أن نبني عليها. طيب الآن هذا في المستقبل، الآن دكتور عبد اللطيف، كيف يمكن استغلال مثل هذا التصويت على المستوى السياسي على المستوى القانوني ونحن أمام تغيير في البيت الأبيض كما هو معلوم؟ نعم، استغلالها من ناحية سياسية وكذلك من ناحية اقتصادية، جاء هذا القرار وكذلك ملحق القرارات التي وردت في الآونة الأخيرة بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك عدم شرعية منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الدول التي يمكن أن تعطي الشعب الفلسطيني حقه وأن تطبق هذه القرارات للأسف في غالبيتها هي الدول الأجنبية، الدول الأوروبية بوجه التحديد. نحن جميعا نعلم أن دول الاتحاد الأوروبي حتى يومنا هذا تمنع استيراد منتجات المستوطنات، كذلك دول الاتحاد الأوروبي تؤكد على موقفها الكامل الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولته المستقلة وإن كانت على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية كما يفيدون، ولكن هذه القرارات أو التي تصدر بالصيغة السياسية عن دول الاتحاد الأوروبي وكذلك بعض الدول في جنوب شرق آسيا وكذلك دول أمريكا اللاتينية لم تأتي منحازة للشعب الفلسطيني لأنها أرادت الانحياز، ولكنها انحازت إلى عدالة القضية الفلسطينية المدعومة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من ناحية اقتصادية أيضا يمكن استثمار هذه القرارات جميعها بفرض العزلة الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم بالمعنى القانوني البحت تعتبر دولة الاحتلال هي دولة مارقة وفق المصطلح المتعارف عليه قانونيا في أعراف الأمم المتحدة. هذه الدولة هي التي تنطلي على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية بعمليات السيطرة على الأرض واستكمال الاحتلال وبالحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. بالتالي هذا القرار يمكن أن يتم استيعابه على الأرض وتطبيقه عمليا، ولكن يجب ابتداء أن يتحد الموقف الدولي. نعم. وكما رأينا جميعا أن تجمع 168 دولة على دعم هذا القرار فهذا بالأمر ليس البسيط في الساحة الدولية الحالية. نعم. ولا سيما في ظل التفرد الأمريكي، وإن كانت الحقبة الأمريكية في ظل الدعم المطلق لترامب لحكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أوشكت على. نعم. الانتهاء. أشكرك جزيلا دكتور عبد اللطيف خضر، أستاذ القانون الدولي والمختص في شؤون الجدار والاستيطان، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول.